بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب. يصحبكم في هذه الحلقة ليرد على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبركاته. شيخ صالح، هذه رسالة وصلت، استمع. عين 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 سلطنة عمان يقول في رسالته، يسأل عن السنن الرواتب قبل وبعد كل صلاة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن السنن الرواتب التي تفعل مع الفرائض هي كما بينها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء بيته، وركعتين قبل الفجر. هذه السنن الرواتب التي تفعل مع الفرائض وينبغي المحافظة عليها إلا في السفر، فإن في حالة السفر لا تفعل هذه الرواتب، وإنما يقصر على الصلاة المفروضة مع قصر الرباعية ركعتين، إلا ركعتي الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر والسفر كما يحافظ على الوتر في الحضر والسفر. وفي بعض الأحاديث 4 ركعات قبل الظهر مع الركعتين، يكون قبل الظهر 4 ركعات وسائر الصلوات ركعتين، وهي المغرب والعشاء والفجر. نعم. السؤال الثاني في رسالة المستمع عين عين من سلطنة عمان يقول: هل شراء السيارة بالأقساط حرام أو حلال؟ لا بأس باشتراء السيارة بالثمن المؤجل، سواء اشتراها بثمن مؤجل على أجل واحد أو بأجل على أقساط يدفع في كل فترة قسطا منها، لا حرج في ذلك إن شاء الله، وهذا من التوسعة على المسلمين. نعم. السؤال الأخير في هذه الرسالة يقول فيها المستمع: لي خالة ولها أولاد وبنات، وكانت ابنتها قد رضعت من أمي مع أخي الأكبر مني، فهل تكون هذه البنت أختنا؟ وهل يجوز لنا الزواج بأختها الصغيرة؟ أفيدونا بذلك مأجوري. أما البنت التي رضعت من أمكم فهي أخت لكم جميعا، لكل أولاد هذه المرأة المرضعة تكون أختا لهم من الرضاعة. أما بقية أخواتها فلا علاقة لهن بهذا الرضاع، فلا مانع من أن تتزوجوا من أخواتها، لأنهن لم يرضعن من أمكم وأنتم لم ترضعوا من أمهن. هذه رسالة من المستمع ألف حاء عين، يقول في رسالته: عندي مرض مزمن منذ طفولتي يحدث لي انهيار عصبي مفاجئ كل يوم عدة مرات، وأشتغل في عمل جيد وأمور المعيشة ميسرة ولله الحمد، والمرض هذا جعلني إنسانا تعيسا حيث عجزت عن العلاج، وحيث بلغت سنا متقدما، إلا أنني لا أحب الزواج ولا أفكر فيه ولا أسمح لأحد أن يناقشني فيه برغم إلحاح أهلي بذلك، وهذه سنة الله في خلقه، فما رأي الشرع في نظركم في إحجامي عن الزواج؟ وهل علي إثم بهذا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. أولا نسأل الله لك الشفاء من هذا المرض الذي ذكرته، وعليك الصبر والاحتساب في ذلك. وأما قضية تركك للزواج فهذا راجع إلى ظروفك، إذا كان السبب في هذا هو أنه ليس عندك رغبة في الزواج، من ناحية أنه ليس عندك استعداد للزواج من الناحية الخلقية ولا تحس بشهوة، فإنه لا يتعين عليك الزواج في هذه الحالة، لأنه لا فائدة منه، لا فائدة من الزواج مع عدم وجود الغريزة الجنسية أو الشهوة، فلا حرج عليك ترك الزواج في هذه الحالة لأنك معذور. أما لو كان عندك الاستعداد وعندك القدرة على الزواج فإنه يشرع لك أن تتزوج، ويتأكد في حقك التزوج، لأن في الزواج مصالح كثيرة، منها إعفاف نفسك عن الحرام وإعفاف غيرك
ومنها التسبب في حصول الذرية التي رغب الإسلام في تحصيلها. أما إذا لم يكن عندك القدرة وليس هناك الدافع الغريزي للزواج فلا حرج عليك تركه. نعم. هذه رسالة وصلتنا من المستمع مطلق راجح السبيعي الخرمة، يقول في سؤاله: لي أخ أقدم على الزواج من إحدى الأسر، فحدث بينه وبين أمي مناقشات حادة أدت إلى أن أمي قالت: نظر على رقبتي ما أذهب إلى زفافك، ولكن أمي استرجعت من لحظتها وذهبت إلى زواجه، وهي الآن في حيرة، هل عليها إثم فيما قالت مع العلم أنها استرجعت عن حلفها؟ وإذا كان عليها إثم فما كفارته؟ أفيدونا أفادكم الله. أولا لا ينبغي للمسلم أن يندفع مع الغضب ومع المشادة حتى يوقع نفسه حرج، بل عليه أن يتروى ويتعقل ويستعمل الحلم، لا سيما الوالد مع ولده. أما ما حصل من أمك لأنها حلفت ألا تحضر الزواج الذي عزمت عليه، أن قالت علي نذر ألا أو على رقبتي نذر ألا أحضر زواجك، ثم إنها ندمت وحضرت وخالفت ما حلفت عليه، فإنه يكون عليها كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة 10 مساكين كل مسكين ثوب، أو عتق رقبة، مخيرة بين هذه الأمور ثلاث. فإن عجزت عن واحدة منها، يعني لم تقدر لا على الإطعام ولا على الكسوة ولا على العتق، فإنها تصوم 3 أيام. قوله تعالى: كفارته إطعام 10 مساكين أو وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وحتى لو أنها حلفت لا تحضر الزواج، فإنه لا ينبغي لها أن تمضي على هذا اليمين وأن تمتنع من الحضور، بل عليها أن تكفر عن يمينها وأن تحضر، لأن هذا من المصالح، حضورها فيه مصالح وفيه صلة رحم وفيه زوال مفسدة، فعليها أنها تنقض اليمين وتحضر وتكفر عنها، قد فرض الله لكم تحلة أيمان. نعم. هذه رسالة وصلتنا من المستمع ماهر محمد عبد العظيم، مصري ومقيم بالعراق بغداد، يقول في سؤاله: أصلي كل ليلة بعد العشاء ركعتين أهب ثوابهما للمرحوم والدي ووالدتي، فما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ أفيدونا مشكورين. أما بر الوالدين في حياتهما وبعد موتهما هذا شيء مطلوب من المسلم وهو من أفضل الأعمال، ولكن الصلاة عن الميت لا تفعل، وإنما الذي ينبغي أن تفعله عن والديك الميتين الصدقة، صدقة عنهما والدعاء والاستغفار لهما. وإذا صليت فإنك تدعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين، تستغفر لهما، ترحم عليهما، هذا هو المشروع. في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الذي ينبغي لك مع والديك الميتين الدعاء لهما والتصدق عنهما والحج عنهما إذا أمكن، هذه كلها أعمال يصل ثوابها إليهما إن شاء الله. أما الصلاة إنه لا يصلي أحد عن أحد، الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة. نعم. هذه رسالة من السائلة رجاء أحمد من ليبيا، تقول في رسالتها: ما معنى قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين؟ معنى الآية يقول تعالى: من يعش أن يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن، والعشاء في العين ضعف بصرها، والمرادها هنا عشى البصيرة أي عمى القلب عن كتاب الله عز وجل بأن لا يتدبره ولا يقبل عليه ولا يكثر من تلاوته، نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا كقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وكقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكقوله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، بمعنى أن من أعرض عن كتاب الله وعن هداية الله إن الله عز وجل يعاقبه بعمل بصيرة، ويعاقبه بقرناء السوء من شياطين الإنس والجن الذين يصرفون عن الحق. ولهذا قال تبارك وتعالى هنا: وإنهم لا يصرونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا أي هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم، فإذا وافى الله عز وجل يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يعني القرين والمقارن. أسأل الله العافية والسلامة. أيضا تسأل السائلة رجاء لي
ليبيا وتقول في سؤالها الثاني: أختي تزوجت من ابن عمتي، وهذا الرجل مدمن بشرب الخمر، وعندما يشربها لم يعد يذكر، وفي مرة خنقها وكاد يقتلها لولا تدخل الأهل، ولكن أختي لم تعد تحتمل أعماله، فجاءت لنا وقرر أن يطلقها. وبعد أن تم الطلاق وانقطعت الأخبار فيما بيننا وبين عائلة عمتي، أرجو من فضيلتكم الجواب على سؤالي: هل القطيعة هذه تسمى قطيعة رحم؟ لأنني سمعت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينهى عنها لأنها أكبر الكبائر. ما حصل من طلاق هذا الرجل لأختك لأنه سيء الأخلاق ويتعاطى المحرمات ويشرب المسكرات؟ فهذا شيء طيب، لأن البعد عن أهل الشر شيء مطلوب للمسلم، ولا يجوز أن يبقى المسلم بصحبة الفاسق والمتساهل في دينه، لأنه يؤثر عليه، لا سيما الزوج مع زوجها. إذا كان زوجها فاسد الأخلاق منحرفا عن الدين فإنه يؤثر عليها وعلى ذريتها، فبعدها عنه وخلاصها منه هذا فيه فرج لها وفيه خير لها إن شاء الله، ويعوضها الله خيرا منه. وهذا مما يؤكد على أولياء البنات أولياء النساء أن يختاروا لهن الأزواج الصالحين، وأن يبتعدوا عن الأزواج الفساق وسيء الأخلاق، لأنهم يؤثرون عليهن في دينهن وفي حياتهن. وأما القطيعة التي ترتبت على ذلك فلا ينبغي، لا ينبغي أن تقاطعوا قرابتكم وأن تقطعوا أرحامكم، بل عليكم بصلة الرحم والإحسان إلى الأقارب. وهذا الرجل إن كان تاب إلى الله وترك ما هو عليه من شرب الخمر فكذلك تعود له الصحبة والصلة، أما إذا كان استمر على غيه وعلى معصيته ولم يتوب إلى الله فهذا يهجر لله عز وجل حتى يتوب إلى الله. أما بقية القرابة فلا داعي لهجرهم ولا يجوز هجرهم، قوله تعالى: ولا تزر وازرة أخرى. نعم. بارك الله فيكم. في سؤالها الأخير تقول: أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل نصح الوالدين إذا وقع أحدهما في خطأ من العقوق؟ أجيبونا بذلك بارك الله فيكم. نعم، أمر الله جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والوالدان وغيرهما في ذلك سواء، يجب أن ينكر على الوالدين إذا فعل شيئا من المعاصي وأن ينصح، وهذا من أفضل البر. هذا ليس من العقوق كما يتوهم السائل، بل هو من البر، لأنك تريد نجاتهما وخلاصهما من النار. وأنت تسمع ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم الخليل أنه بدأ بمناصحة أبيه، قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يتبعني أهدك صراطا هويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن تكون للشيطان وليا. هذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بدأ بمناصحة أبيه ودعوته إلى الله عز وجل، السعي في خلاصه من النار، دل على أن مناصحة الآباء والوالدين من آكد الواجبات، وأنه يبدأ بهما قبل غيرهما، وهذا من البر ومن أعظم البر لهما، لكن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام اللين والطريقة الطيبة مع الوالدين، تلطف معهما غاية تلطف، لعل الله عز وجل أن يهديهما. رسالة وصلتنا من السائل نور الدين محمد الرحمن بغداد العراق، يقول في ضمن الحقيقة رسالته عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى ومحوها بالماء وشربها بقصد الشفاء من مرض أو جلب منفعة؟ ينبغي للمريض أو الذي يعالج بالقرآن، يعالج المرضى بالقرآن، ينبغي له أن يقرأ على المريض مباشرة، بأن يرقيه بالقراءة، بأن يقرأ القرآن وينفث على المريض مباشرة، هذا أنفع وأحسن وأكمل، وهذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكان السلف يفعلونه. ويجوز أن يقرأ في ماء ويسقى للمريض أيضا، وبذلك ورد بعض الأحاديث. ويجوز أيضا أن يكتب القرآن على شيء طاهر من صحن أو ورق بشيء طاهر ويغسل المكتوب ويسقى للمريض، لأن هذا داخل في الرقية بالقرآن، وقد رخص فيه بعض السلف، الإمام أحمد بن حنبل، وذكره شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكره العلامة ابن القيم أيضا في زاد المعاد، وأنه شيء معروف عن بعض السلف، فلا حرج فيه إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم.
السؤال الثاني في رسالة السائل نور الدين يقول: ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن وحملها بقصد الحماية من المشاكل أو كسب مودة إنسان؟ هذا لا يجوز، أصح قولي العلماء، لا يجوز أن يكتب القرآن على شكل حجب وحروز وتعلق على الأشخاص، لأن القرآن لم ينزل لهذا، وإنما الذي ورد أن القرآن يقرأ على المصاب وعلى المريض، أما أنه يكتب على شكل حروز على شكل حجب وتعلق على الشخص حتى لو لم يكن به بأس لكن خشية أن يصيبه شيء، هذا لا يجوز في أصح قولي العلماء، لأن هذا لا دليل عليه، ولأنه وسيلة إلى امتهان القرآن ووسيلة إلى أن يكتب غير القرآن من التعاويذ الشركية والألفاظ المجهولة. فإذا فتح هذا الباب فإنه لا يقتصر على كتابة القرآن، وإنما تكتب الأمور المحذورة والشركية كما هو الواقع عند كثير من الجهال والمخرفين، فلا يفتح هذا الباب وينبغي إقفاله وصيانة كتاب الله بهذا التعامل. الله أعلم. نفس السائل يسأل فضيلة الشيخ أن يقول: ما حكم المسبحة بقصد تذكير حاملها بذكر الله؟ المسبحة إذا اتخذها الإنسان يعتقد أن استعمالها فضيلة وأنها وسائل ذكر الله عز وجل فهذا بدعة، أما إذا استعملها الإنسان من باب المباحات أو ليعد بها الأشياء التي هاج إلى عدها هذا من الأمور المباحة، أما اتخاذها دينا وقربة هذا يعتبر من البدع المحدثة، وعلى الإنسان إذا أراد أن يسبح الله عز وجل ويعد التسبيح بأصابعه بعقد أصابعه أو غير ذلك هذا الذي ينبغي، أما اتخاذ المسبحة على أن فيها فضيلة كما يعتقد بعض الصوفية وأتباعه على أن فيها فضيلة، ولذلك تجد كثيرا منهم يحملون هذه المسابح الضخمة ويعلقونها في رقابهم، هذا أيضا يدخل في الرياء وهو لا أصل له في الشرع، استعماله واستعماله يصبح من البدع المحتنى. السؤال الأخير في هذه الرسالة يقول فيها السائل: امرأة أرضعت شقيقها، ما حكم الشرع في زواج أبنائهما؟ إذا أرضعت المرأة أخاها الشقيق صار ابنا لها، صار أولاده أولادا لها، يكون جدة لهم من الرضاعة، يكون جدة لهم من الرضاعة، ويكون أولادها أعماما ليكونوا إخوة للمرتضع وأعماما لأولاده، فلا يجوز التزاوج بينهما في هذه الحالة، لأن أولاد المرضعة يكونون أعماما لأبناء الرضيع، يكونون أعماما أبناء الرضيع، وأولاد الرضيع يكونون أحفادا للمرضعة من الرضاع، معنى أنها تكون جدته من الرضاعة. نعم. بارك الله فيكم من فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم. أخوتنا المستمعين الكرام، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، كان بصحبتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى أن نلتقي وإياكم في الغد ونحن وإياكم في خير وعافية، وسلام الله عليكم.